بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية، التحية كذلك لزميلي عادل الزهراني وللكباتنة عادل البطي عبد الرحمن الرومي، كذلك زملاء في أرضية الملعب المراسلين عبد الله العضيبي وبدر رافع. النهائي الخليجي الآن في بدايته، خليجي 21، وحنا بالنهائي الحين، بطولة بالقلب والعين، أبطال إمارات وعراق وش مسوين، لكن كلهم بالتأكيد حبيبين، وكلنا بالنهاية فايزين في بطولة الحب كأس العالم للخليج، خليجي 21، المباراة النهائية هنا في استاد البحرين الوطني. حضور كبير، منظر مهيب، أجواء بطولية كبيرة جدا في أرضية الملعب، حضور كبير جدا لأبناء الإمارات، للجماهير الإماراتية، كذلك منطقة مخصصة للجماهير العراقية وفيها حضور مقبول للجمهور العراقي، لكن أجواء نهائية، أجواء كبيرة، أجواء مباراة نهائية بإذن الله فيها التوفيق.